النهارده هنعمل الفراخ المحشيه وبطريقه جميله جدا، تقدري بدل الفراخ تعملي حمام زي ما انت عايزه. اقول لك بقى الطريقه، هتطلع معاكي الحشوه طعمها حلو قوي قوي، وكمان الفراخ نفسها طعمها في منتهى الجمال. بينا نقول المقادير. اولا عندنا تتبيله للفراخ قبل الحشوه، هتكون عباره عن ايه؟ بصله، وعندنا رشه سكر، ملح وفلفل اسود، ورشه من البهارات، رشه من الحبهان. تمام، دي تتبيله الفراخ. اما الحشوه بتاعتنا هتكون مقاديرها عباره عن ايه؟ كوبايه رز مغسول ومتصفي، بصله كبيره مبشوره، فصين من الثوم المفروم، طماطمايه مبشوره، ملح وفلفل اسود، قرفه، وهنحتاج الكبده بتاعت الفراخ متقطعه مكعبات، وزيت وسمنه. دي كده مقادير الحشوه. اما السلق هنحتاج له ايه عشان اسلق الفرخه؟ هحتاج جزرايه، بصلايه، طماطمايه، ورق لورا، ومستكه، وحبهان، وقرنفل، وملح وفلفل اسود. دي المقادير، ويلا بينا بقى نشوف طريقه التحضير. نجيب بقى الجلافز علشان نبدا نشتغل. طيب سيد درك، اوكي. اما تروقوا المطبخ وتشيلوا حاجه في مكانها من مكانها بقولوا لي. طيب اولا انا حاطه على النار ميه تغلي علشان اسلق فيها الفراخ. تعالوا بينا بقى ايه نحط فيها الاضافات بتاعتها، اللي هي بصلايه، جزرايه، طماطمايه، ومستكه، وحبهان، وقرنفل، ورق لورا، ونخلي الكلام ده بقى كله ايه يغلي مع بعضه، عشان لما اخلص وحش الفرخه انزلها على طول في الميه اللي فيها البوكيه جارنيه. طيب عايزه احط كمان على النار طاسه للحشو، خليها كده تجهز معانا وتسخن. ويلا بينا نعمل التتبيله. جاهز معانا يتحرك ولا اخره كده؟ طيب التتبيله بتاعتنا زي ما قلنا، عندنا بصلايه متقطعه على اربعه، ملح وفلفل اسود، ورشه سكر، وحبهان بودر. هاخد البصلايه تمام، وايه دي رشه سكر، رشه بسيطه، ورشة حبهان باودر برضو بسيط، وملح وفلفل، علشان أجهز التتبيلة اللي هتخلي طعم الفراخ نفسها حلو جدا. ممكن في ناس تروح حاشية الفراخ على طول من غير ما تتبلها، بس هنا بقى التتبيلة دي بتفرق جدا جدا في طعم الفرخة. خلاص حطينا التتبيلة بتاعتنا، حطينا الملح والفلفل، كل المكونات. تعالوا بينا نخلطها كويس جدا في الكبة. بسم الله. زي الفل. خلاص فرمنا البصل ناعم جدا جدا مع الثوم، مع الملح والفلفل، ورشه السكر، ورشه الحبهان. وتعالوا بينا ناخد الفرخه بتاعتنا بعد ما غسلناها كويس طبعا، وخلينا ما بين الجلد زي ما انتم شايفين كده، ما بين الجلد واللحم كويس جدا، علشان ابتدي احشيها. وقبل ما نحشيها هناخد بقى من البصل والتتبيله الحلوه دي، وابتدي اوزع في الفرخه كل الاماكن بقى اللي هيتحشي فيها الرز. هبتدي احط البصل. يا سلام بقى لو جبت الفراخ من قبلها بيوم، غسلتيها وتبلتيها بالتتبيله دي، وسبتيها بقى لتاني يوم علشان تحشيها وتدخليها الفرن، اكيد هتاخدي نتيجه افضل بكتير وطعم جميل جدا. خلاص انا كده تبلت ايه الفرخه جوه وبره وما بين الاوراك وتحت الصدر تحت الجلد بالشكل ده. تمام، هايل. يلا بينا بقى، الكلام ده تقدري تعمليه برضو في الحمام. يلا بينا نبتدي نعمل الحشوة. حاطين وقع على النار، وهاخد السمنة، هاخد الرز، ونروح. بسم الله الرحمن الرحيم. يسخن كويس جدا، او تسخن كويس جدا السمنة، علشان نبدأ بعد كده ان احنا
نشوح الرز. بسم الله. اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا هنشوح الرز كويس جدا، والفايدة هنا ايه؟ علشان الرز يبقى مفلفل كويس جدا، حتى بعد ما نحشي بيه الفرخة ما يبقاش معجن وماسك في بعضه، هتلاقي الرز كده مفلفل وبيلمع وشكله حلو قوي. تعالوا واحنا بنشوح نجيب البهارات، عندنا الملح والفلفل ورشة القرفة. ناخد الفلفل الأول، ونجيب القرفة، هايل، ونكمل تشويح. هتلاحظي بقى ان الرز بدأ لونه يبيض كده، خلاص الرز بدأ يسخن والدنيا تمام جدا. هايل، اتأكدت ان الرز خلاص سخن وتغلف بالسمنة اللي احنا حاطينها. تعالوا بينا بقى، معانا بصلاية ومعانا فص ثوم، ننزلهم ونشوح شوية. هنزل البصل الأول يدبل، وبعد كده هبتدي أنزل الثوم. عايزة أقول لكم بقى إن طعم الرز بتاع الحشوة ده بيبقى بجد في منتهى الجمال، جربوه إن شاء الله هيعجبكم. أقدر دلوقتي أحط الملح، الملح على قد الحشوة. خلي الرز معاكي والبصل يتشوحوا كويس جدا، ولو اتلسعوا سنه كده واتكرملوا شويه بيبقى اللون بجد في منتهى الجمال. هحضر بقى معايا الطماطم ومعايا الكبده بتاعت الفراخ، انا بحب دايما اعملها في طاسه منفصله علشان ما تزفرليش الحشوه، فهجيب طاسه صغيره وحطها على النار تسخن علشان اشوح الكبده. تمام، كلموني. تعالوا بينا في الطاسه اللي احنا حطيناها على النار نحط معلقه سمنه علشان تسخن كويس جدا، ونبتدي نشوح فيها الكبده بعيد خالص كل البعد عن الرز. طيب زي ما انتم شايفين كده الرز مع البصل والريحه تحفه. تعالوا بينا ننزل بقى الثوم، ما تكتريش، هما فصين اتنين بس، وقلبي. انا عامله كوبايه رز النهارده في الحشوه، كوبايه الرز دي تحشي فرختين. تمام، هحط كمان، احنا حطينا خلاص كل البهارات، هحط الطماطم. يلا هحط الطماطم واسيب الرز بتاعي بقى واغطيه واسيبه على نار هاديه علشان يبقى نقول ايه تلت سوا. تمام، علشان لما نحشي بالفراخ يكمل تسويته وما يعجنش معانا ويطلع 10 على 10. هنجيب غطا نغطي، وتعالوا قبل ما نطلع فاصل كمان نحط الكبده في السمنه ونشوحها على ما ترجعوا لنا من الفاصل. السمنه سخنت، بسم الله الرحمن الرحيم. هايل، الكبده اتشوحت خلاص، ما رضيتش احط عليها حاجه غير لما ترجعوا لي. هنتبلها بنفس توابل الخلطه اللي هي فلفل اسود وقرفه، وطبعا معانا الملح، ونقلب. وكده الكبده جاهزه معانا، وده افضل طريقه عشان تاخدي نتيجه حلوه جدا للحشوه من غير اي زفاره. تعالوا بينا بقى نفتح كده على الرز، ما شاء الله لون وريحة، وخد تلت سوا هيبقى هايل معاكي جدا جدا. هرفع الكلام ده كله بقى، وتعالوا بينا نفضي
في طبق واسع شوية عايزين الخلطة بتاعتنا أو الحشوة بتاعتنا تبرد عشان أعرف أحشي بيها الفراخ. بصوا كده الحشوة هايلة، حطينا فيها كبدة من غير ما نزفر الحشوة بتاعتنا، الريحة بجد مش قادرة أقول لكم جميلة قد إيه. هسيب بس الحشوة تهدى شوية علشان نعرف نحشي بيها الفرخة. ما ينفعش تحشي أبدا لا حمام ولا فراخ والحشوة سخنة، لأن ده بيخلي الجلد بتاعه ينكمش وبتاخدي نتيجة مش مظبوطة. بنحشي الفرخة بتاعتنا زي ما انتم شايفين تحت الجلد، بس ما تكتريش عشان الرز بعد التسوية بينفش بيكبر، فممكن يقطع لك جلد الفرخة، فخليكي كده في المعقول. تمام، وزعي كده ودخلي على الرقبة علشان الفرخة اللي كانت قد الكتكوت هتبقى قد كده اهو، وهتبقى حلوة جدا وهتشرفك على سفرتك. يلا بينا ونحشي جوه، وما تنسوش طبعا على فكرة ممكن كمان نحط شوية مكسرات متحمصة مع الحشوة، هتديكي نتيجة بقى ولا أروع من كده. خلاص حشينا، هنعمل ايه دلوقتي؟ وزي ما قلنا نسيب كده ايه براح للفرخة، الرز بتاعها يستوي من غير ما يفرقعها. ابتدي اكتف الفرخة كده وكده. طيب هكتفي بكده؟ لا، هجيب بقى ايه خلة كده واروح قفلها في بعضها. ولو انا عندي القناصة بتاعت الفرخة من غير ستيكس من غير حاجة، هتحطي القناصة بالشكل ده هنا وتقفل معاكي والدنيا هتبقى تمام. بس انا القناصة مش عارفة مين اللي كلها بصراحة. تعالوا بينا نقفل بجد، لا ده لازم نعمل فيه اللي احنا قلنا عليه. يلا قفلنا، ظبطنا زي ما انتم شايفين. ايه الجمال ده؟ الفرخه كبرت وبقت زي الفل. امال لما تستوي وتكبر بقى وتنفش كمان؟ الميه المغليه اللي احنا حاطين فيها البوكيه جارنيه بقت جاهزه جدا. حاطين بصلايه طماطمايه جزرايه، وكمان حاطين ورق لورا وحبهان وقرنفل، والدنيا زي الفل. هنحط بقى الفرخه بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، حلو قوي. ما يلا بينا بقى نحط لها كمان الملح بتاعها والفلفل. هي مش هتقعد كتير في التسويه، هي صغيره والرز مستوي يعتبر تلت سوى، فمش هتطول معانا. ادي رشه فلفل وادي الملح، ونغطي، واول ما تغلي نهدي على طول. تمام، يلا نغطي. طيب الرز اللي فاض مني ده هنعمل فيه ايه؟ هحطه دلوقتي في الطاسه بتاعه الكبده، وهسويه الفرخه بتتسلق نحمر على طول ونقدم زي ما انتم شايفين كده وبالف هنا وشفا. تقدري تدهنيها سمنه وعصر الطماطمايه كده وتدخليها الفرن، او انك تحمريها على طاسه في سمنه وزيت، هتطلع معاكي زي ما انتم شايفين تحفه جدا.